ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دومه اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. بين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. ابو حميره وين تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا ما راضى عليك، كفي شي العباس. حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف الله انت. كلنا وشغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه، ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حجي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا اساعد امي. يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دومه اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. بين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. ابو حميره وينها؟ تسوي لنا غدا، شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا ما راضى عليك، كفي شي العباس. حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف الله انت. كلنا وشغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه، ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف الكوك. هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا اساعد امك. يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دومه اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. بين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. ابو حميره وينها؟ تسوي لنا غدا، شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا ما راضى عليك، كفي شي العباس. حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف الله انت. كلنا وشغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه، ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف الكوك. هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا اساعد امي. يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دومه اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. بين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. ابو حميره وينها؟ تسوي لنا غدا، شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا ما راضى عليك، كفي شي العباس. حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف الله انت. كلنا وشغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه، ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف الكوك. هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا اساعد امي. يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي.
ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مرا مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعلتهم ما يصير انت شغلك واحد وشغل المرا واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمك. انا ما اكل منك. اي لا تاكل من يمك. لا اكل ولا اي. من عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينه ما راضى عليك، كفيل شيل عباس. حجي؟ والله يا حجي والله ما تخطر انت قلنا له شغله حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا خافت هو من المطي كفي لك العباس الخاطر وما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مرا مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعلتهم ما يصير انت شغلك واحد وشغل المرا واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شلون ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا ما اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي من عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينه ما راضى عليك كفيل شيل عباس حجي؟ والله يا حجي والله ما تخطر انت قلنا له شغله حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا خافت هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مرا مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعلتهم ما يصير انت شغلك واحد وشغل المرا واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شلون ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا ما اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي من عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينه ما راضى عليك كفيل شيل عباس حجي؟ والله يا حجي والله ما تخطر انت قلنا له شغله حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا خافت هو من المطي كفي لك العباس الخاطر وما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مرا مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعلتهم ما يصير انت شغلك واحد وشغل المرا واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شلون ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا ما اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي من عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينه ما راضى عليك كفيل شيل عباس حجي؟ والله يا حجي والله ما تخطر انت قلنا له شغله حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا خافت هو من المطي كفي لك العباس الخاطر وما انا ساعد امك يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي
ويا عمك قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمة الزهراء يا ابوي، انا شو ما ساعد امي، يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا، شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك، كفيل شي العباس. حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل انت كلنا وشغله حجي حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا قابل هو من المطيك في لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم اساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمة الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا، شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك، كفيل شي العباس. حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل وقتك كلنا وشغله حجي حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا قابل هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم اساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شلون ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا هم اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل وقتك كلنا وشغله حجي حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا قابل هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم اساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمة الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا، شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك، كفيل شي العباس. حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل وقتك كلنا وشغله حجي حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا قابل هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي
ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوام اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل الرجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط. لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شو ما ساعد امي، يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. ابو شامك وينها؟ انت تسوي لنا غدا، شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك، ايش كفيل شي العباس؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تخطر وانت قلنا له شغله حجي حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خابط هو من المطي كفيلك العباس بخاطره ما انا اساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوام اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل الرجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا هم اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله ابو شامك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك ايش كفيل شي العباس؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تخطر وانت قلنا له شغله حجي حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خابط هو من المطي كفيلك العباس بخاطره ما انا اساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوام اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل الرجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا هم اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله ابو شامك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك ايش كفيل شي العباس؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تخطر وانت قلنا له شغله حجي حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خابط هو من المطي كفيلك العباس بخاطره ما انا اساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوام اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل الرجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا هم اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله ابو شامك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك ايش كفيل شي العباس؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تخطر وانت قلنا له شغله حجي حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خابط هو من المطي كفيلك العباس بخاطره ما انا اساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ما
ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمك. انا ما اكل منك. اي لا تاكل من يمك. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك كفيل شي لعب واسع. حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف الله. منو شغله حجي؟ حجي انا ما اخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله بك ولا ذوق انا خاف الذوق. هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا اساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا ما اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك كفيل شي لعب واسع. حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف الله انت. منو شغله حجي؟ حجي انا ما اخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف الذوق. هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا اساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا ما اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك كفيل شي لعب واسع. حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف الله انت. منو شغله حجي؟ حجي انا ما اخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف الذوق. هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا اساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا ما اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك كفيل شي لعب واسع. حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف الله انت. منو شغله حجي؟ حجي انا ما اخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف الذوق. هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا اساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي.
ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دوامه اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي فين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. ايوه شاب ابوك وين تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه؟ يما ما تحاكيني ما راضى عليك ايش كفيل شيء العب وقت حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف قلنا له شغله حجي حجي انا ما اخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفيلك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دوامه اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شلون ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي فين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. ايوه شاب ابوك وين تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه؟ يما ما تحاكيني ما راضى عليك ايش كفيل شيء العب وقت حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف قلنا له شغله حجي حجي انا ما اخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفيلك العباس الخاطر ما انا ساعد امك يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دوامه اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي فين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. ايوه شاب ابوك وين تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه؟ يما ما تحاكيني ما راضى عليك ايش كفيل شيء العب وقت حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف قلنا له شغله حجي حجي انا ما اخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفيلك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دوامه اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي فين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. ايوه شاب ابوك وين تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه؟ يما ما تحاكيني ما راضى عليك ايش كفيل شيء العب وقت حجي؟ والله يا حجي والله ما تخاف قلنا له شغله حجي حجي انا ما اخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفيلك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ما
ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مرا مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط. زعشهم ما يصير انت شغلك واحد وشغل المرا واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا ما اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. من عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا ما راضى عليك، كفيل شيل عباس. حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل انت قلنا له شغله حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفي لك العباس الخاطر وما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعشهم ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شلون ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا ما اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي من عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا ما راضى عليك كفيل شيل عباس حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل انت قلنا له شغله حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفي لك العباس الخاطر وما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعشهم ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شلون ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا ما اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي من عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا ما راضى عليك كفيل شيل عباس حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل انت قلنا له شغله حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفي لك العباس الخاطر وما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعشهم ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شلون ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا ما اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي من عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا ما راضى عليك كفيل شيل عباس حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل انت قلنا له شغله حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفي لك العباس الخاطر وما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي
ويا عمك قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعشيهم ما يصير. انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمة الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل من اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي مين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها انت تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه يمه؟ ما تحاكيني ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف انت قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف هو من المطيك كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعشيهم ما يصير. انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمة الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل من اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي مين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه؟ يمه ما تحاكيني ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف انت قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف هو من المطيك كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعشيهم ما يصير. انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل من اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي مين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه؟ يمه ما تحاكيني ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف انت قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف هو من المطيك كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعشيهم ما يصير. انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمة الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل من اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي مين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه؟ يمه ما تحاكيني ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف انت قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف هو من المطيك كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي.
ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوام اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل الرجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط. لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شو ما ساعد امي، يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. ابن شامك وينها؟ انت تسوي لنا غدا، شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا؟ ما راضى عليك، ايش كفيل شيل عباس؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل انت قلنا له شغله حجي حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خابط هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوام اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل الرجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا هم اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله ابن شامك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا؟ ما راضى عليك ايش كفيل شيل عباس؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل انت قلنا له شغله حجي حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خابط هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوام اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل الرجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا هم اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله ابن شامك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا؟ ما راضى عليك ايش كفيل شيل عباس؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل انت قلنا له شغله حجي حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خابط هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت والله ابوي اليوم جاي اسوي دوام اليوم واساعد امي ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل الرجال يا ابني ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها لا تاكل من يمها انا هم اكل منها اي لا تاكل من يمها لا اكل ولا اي مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله ابن شامك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاجينا؟ ما راضى عليك ايش كفيل شيل عباس؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل انت قلنا له شغله حجي حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خابط هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ما
ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينه ما راضى عليك كفيل شيل عباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف الله انت كل من وشغله حجي حجي انا ما اخرج مريض مش تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله بك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينه ما راضى عليك كفيل شيل عباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف الله انت كل من وشغله حجي حجي انا ما اخرج مريض مش تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينه ما راضى عليك كفيل شيل عباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف الله انت كل من وشغله حجي حجي انا ما اخرج مريض مش تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينه ما راضى عليك كفيل شيل عباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف الله انت كل من وشغله حجي حجي انا ما اخرج مريض مش تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل حكي بارك الله فيك ولا ذوق انا خاف هو من المطي كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي
ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دومه اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط. لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي مين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. ابو حسام وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يما ما تحاكيني ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تفضل قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خافت هو من المطي كفيلك العباس الخاطر ام انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دومه اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط. لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي مين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. ابو حسامك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يما ما تحاكيني ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تفضل وقتي قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خافت هو من المطي كفيلك العباس الخاطر ام انا ساعد امك يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دومه اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط. لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي مين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. ابو حسامك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يما ما تحاكيني ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تفضل وقتي قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خافت هو من المطي كفيلك العباس الخاطر ام انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دومه اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط. لا شنو ما يصير انت شغلك موحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي مين عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. ابو حسامك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يما ما تحاكيني ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تفضل وقتي قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريض تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خافت هو من المطي كفيلك العباس الخاطر ام انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي.
ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم اساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مرا مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المرا واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا ما اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك، ايش كفيل شي لعب وقت؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل وقتك. قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه، ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف الذوق. هو من المطي كفي لك العباس الخاطر وما انا اساعد امك. يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا ما اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك، ايش كفيل شي لعب وقتك؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل وقتك. قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه، ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف الذوق. هو من المطي كفي لك العباس الخاطر وما انا اساعد امك. يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا ما اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك، ايش كفيل شي لعب وقتك؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل وقتك. قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه، ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف الذوق. هو من المطي كفي لك العباس الخاطر وما انا اساعد امك. يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم جاي اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط لا شنو ما يصير انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمه الزهراء يا ابوي، انا شلون ما ساعد امي؟ يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها، لا تاكل من يمها. انا ما اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي. مين عليهم هيله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها؟ انت تسوي لنا غدا شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك، ايش كفيل شي لعب وقتك؟ حجي؟ والله يا حجي والله ما تفضل وقتك. قلنا له شغله حجي. حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه، ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. حكي بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف الذوق. هو من المطي كفي لك العباس الخاطر وما انا اساعد امك. يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي.
ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مش شغل النسوان مو شغل الرجال يا ابني. ابوي شنو شغل النسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعشيهم ما يصير. انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمة الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي من عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه يمه؟ ما تحاكينا ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف الله انت كلنا شغله حجي حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. اكل بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف هو من المطيك في لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مش شغل النسوان مو شغل الرجال يا ابني. ابوي شنو شغل النسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعشيهم ما يصير. انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمة الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي من عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف الله انت كلنا له شغله حجي حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. اكل بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف هو من المطيك كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مش شغل النسوان مو شغل الرجال يا ابني. ابوي شنو شغل النسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعشيهم ما يصير. انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمة الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي من عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف الله انت كلنا له شغله حجي حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. اكل بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف هو من المطيك كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ويا عامر قاعد تسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مش شغل النسوان مو شغل الرجال يا ابني. ابوي شنو شغل النسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعشيهم ما يصير. انت شغلك واحد وشغل المره واحد يا ابني. ابوي هو امير المؤمنين سلام الله عليه كان يساعد فاطمة الزهراء يا ابوي. انا شو ما ساعد امي يعني انت ما دام هيجي انا راح اسوي هسه دورمه واكملها. لا تاكل من يمها. انا هم اكل منها. اي لا تاكل من يمها. لا اكل ولا اي من عليهم هاله وابو حميره بعد بحيله. اي بس عمك وينها تسوي لنا غدا؟ شنو السالفه؟ يمه ما تحاكينا ما راضى عليك كفيل شي العباس حجي. والله يا حجي والله ما تخاف الله انت كلنا له شغله حجي حجي انا ما نخرج مريضه تعبانه ليش ما تخليه يساعدني؟ شوف الغدا شوف الغدا شوف الغدا شلون يخبل. اكل بارك الله فيك. ولا ذوق انا خاف هو من المطيك كفي لك العباس الخاطر ما انا ساعد امي يا بعد ما اعطيك هذا ما اعطيك هاي. ما
ويا عامر قاعد اسوي انت؟ والله ابوي اليوم قاعد اسوي دوما اليوم واساعد امي. ادري ابوي مو امك هذا شغل مشغول نسوان مو شغل رجال يا ابني. ابوي شنو شغل نسوان يا ابوي؟ امه مره مريضه خطيه يعني غير من حقي انا اساعدها وانا ابنها يا ابوي. إيه ما يصير يا ابني ما يصير ما يصير انت هذا مو شغلك يا ابني. ها والله يعني غلط واحد يساعد امه؟ لا مو غلط زعل شنو ما يصير انت شغلك واحد.